تعرفي بأن اللاعبين الأجانب مازال ما صدرش القانون اللي تسمح لهم باش يكونوا في صفوف الفرق القسم الوطني الأول إلا ما كانوش عندهم 10 مباريات مع الفرق الوطنية ديال الدول ديالهم. فال من السنغال ما عمره ما لعب مع الفريق الوطني، لا الفئات الصغرى ولا الفئات، جميع الفئات ما عمره لعب، سبدير ما عندوش 10 ديال المباريات. ولهذا القانون مازال ما كاينش قانون صريح اللي تيخوليه باش نعاودو نجدو معاه العقد. حنا طلبنا منه انه يطريت، وتنتمناو ان الايام القادمه ان شاء الله تكون فيها الخير، لا على الوداد ولا على انا اللي بغى يجدد مرحبا به، واللي بغى يجدد راه دازوا الالوف ديال اللاعبين في الوداد، ودائما التغيير غادي يكون بما احسن.